وعلى ما تكونون بلشنا وياكم برحلة جديدة من حتوتة زاكروس. تعالوا نتعرف على مثل حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول قرصة خبز لتكسرين وباقة لتفلين وأكلي الحد ما شبعين. هذا المثل بجوانب مهمة بحياتنا راح نتطرق إلها وأكيد راح نتعرف عليها. نروح الفاصل وبعدها راجع لكم. مشاهدينا الأكارم، خلي أرحب بكل من الشاعر أستاذ منذر عبد الحر اللي راح ينورنا بمشوارنا لهذا اليوم. رمضان كريم عليك ويسعد أوقاتك. رمضان كريم عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى جميع أبناء الشعب العراقي. شكرا لك، وأكيد معنا الموسيقى الرائع الأستاذ نجاح عبد الغفور اللي راح ينور مسامعنا ومسامعكم بأغاني رائعة. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم إن شاء الله، ورمضان كريم عليكم وعلى شعبنا العراقي الحبيب. يا اهلا وسهلا بك. اكيد استاذ منذر، خلي شويه نتحدث عن مثل حلقتنا لهذا اليوم اللي هو من باب الطرف حلو زين، من اللي هو لها قرصه خبز لا تكسرين وباقه لا تفلين واكلي لحد ما تشبعين. هو راح يسال واحد شلون راح تاكل شلون راح تشبع. هي طبعا هذا ايضا مثل من الامثال الطريفه حقيقه. نعم. في حياتنا العراقيه الطلب التعجيزي احيانا فيه جانبين، جانب أن يترك الأمر لمهارات الشخص وكيفية التعامل مع الظرف الذي يزج فيه. أحيانا يزج الإنسان في ظروف يمتحن فيها، هل يستطيع أن يؤدي شيء وهو طلب منه شيء تعجيزي؟ والشيء الثاني اللي يتعلق بأنه لا نمنح الإنسان فرصا كافية ومع هذا نريده أن يكون مرتاحا. نعم. ويكون سعيدا ويكون شبعان رغم أننا لا نوفر له الفرصة الطبيعية لتناول ما يريد. طيب. طبعا في هذا المثل أبعاد اجتماعية وأبعاد إنسانية وأبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية، وفيه عبر وحكم عديدة. نعم. ممكن أن نستدل فيها من طيب. خلال حديثنا. أستاذ منذر، يعني هل هذا المثل سيأخذنا إلى التجمعات أو التظاهرات التي تحدث ما بين فترة وأخرى من قبل شريحة الشباب وباقي الشرائح الأخرى بالمجتمع للمطالبة بتوفير الحقوق، للمطالبة بتوفير فرص العمل من أجل كسب لقمة العيش؟ مؤكد هذا الأمر ينعكس على أن لا نمنح الفرصة لمن يستحق ومع ذلك نستنكر غضبه علينا، الاعتراض علينا. الإنسان من حقه أن يصرخ يقول أنا جائع. نعم. وأنا محتاج، أنا فاقد لفرصة في حياتي، ومع هذا المطلوب مني أن أعيش حياة وأن أبني أسرة وأن أكون فاعل في المجتمع. وبالتالي هذه الأمور تتطلب على الأقل أرضية مناسبة للعمل فيها. الحقيقة كل إنسان من حقه أن يشكو مما يعانيه، أن يعلن عن ما يريده، أن يطالب بما يستحقه. هذه أمور التي يجب أن يصغي إليها الآخر، تصغي إليها الحكومات، تصغي إليها الطبقات السياسية، كي تعلم أنها يجب أن توفر ما يمكن توفيره من أجل أن يكون الإنسان وأبناء الشعب يتصرفون بشكل طبيعي متوازن ويشعرون بمواطنتهم وبانتمائهم لهذا البلد. صحيح. الذي يجب أن يوفر لهم أدنى مستويات التعامل الإنساني. لا. لذلك لا نستنكر على الإنسان أن يتظاهر من أجل الحقوق، الحصول على حقوقه المشروعة. أما أن نفرض عليه أننا لا نعطيك شيئا، كما يقول المثل لا تكسر خبزة ولا تفل باقة. نعم. وكل حتى تشبع. بالضبط. وهذا أمر مستحيل وتعجيزي، ويجب أن يواجه بما يتناسب من أفعال ومن ردود. نعم. أفعال علينا توفيرها للمواطن. نعم. العراقي كي يستطيع مواجهة حياته، وبالتالي نوفر. صح. له الفرصة المناسبة وأن لا يتحقق هذا المثل الكريم. القاسي على حياته. لا بد اليوم أنه كل إنسان يعيش الحياة الكريمة، وهذا حق من حقوق المواطن اليوم على أنه يعيش بحياة كريمة مليئة بالاستقرار والرفاهية والراحة. هذا ما نشاهده في أكثر البلدان منها العربية وحتى الأوروبية، أنهم محاولين قدر الإمكان يوفرون كل سبل الراحة لمجتمعاتهم. أكيد طبعاً الإنسان يعني هو بمسيرته طبعاً الدراسية ومسيرة عمله
فلابد أن يجني ثمار ما تعبه إذا كان إذا كان طالب وإذا كان. فلهذا السبب هو دائما ينظر بأن اللي 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 يتعبه اللي 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 بدر من أجله أن يوصل إلى كذا يحتاج أن يتلم كتال. يعني إذا نأخذ على سبيل المثال الطالب مثلا يدرس صف الأول ابتدائي إلى المتوسطة إلى الإعدادي إلى الكلية، زين هذا الشخص من يتخرج أهم شيء راح يفكر به التعيين. صحيح. يعني هو ما راح مثلا جاي أن يبني عمارات، جاي أن يعيش يتزوج يصير له أسرة بسيطة يعيش. تلاحظين شلون هذا مهم جدا مهم جدا. هذا ما يبحث عنه يمكن الكثير من الأشخاص، لكن ممكن يصدمون بالواقع بمرور الوقت أنه ماكو لا وظائف لاكو فرص عمل لهم، فبالتالي ممكن هنا هذا الموضوع راح يخلق نوع من النزاعات داخل المجتمعات. إذا مشاهدين الأكاديمي احنا مستمرين معكم بحتوت الزاكرس لهذا اليوم. روح الفاصل قصير وبعدها راجعين. مشاهدينا الأكارم رجعنا وياكم ومستمرين برحلتنا لهذا اليوم من حتوتة زاكرس، الأغنية العراقية التراثية لها حصة في هذا البرنامج، لكن دائما مع الأستاذ نجاح اللي يبهرنا بهذه الأغاني الرائعة. هذا مو إنصاف منك هيبتك، ألقى تطول الناس لو تسألني عنك شردجة ومش أقول الناس لو تسألني عنك شردجة ومش أقول هذا إنصاف منك غيبتك هلقى تطول الناس لو تنشدني عنك شردجة وبو مش أقول الناس لو تسألني عنك شردجة وبو مش أقول. ألف حيف وألف وأسفة مثلك يخون ويا ولفة، ألف حيف وألف وأسفة مثلك يخون ويا ولفة، لا تظن إقلابي يشفى لا تظن إقلابي يشفى والألم منا يزول الناس لو تنشدني عنك شردجة ومش أقول قلبي خليت يتجوى نار هجرانك تلوى، قلبي خليت يتجوى نار هجرانك تلوى، هذم منك مروة هذم منك مروة ولا منك أصول الناس لو تسألني عنك شردجة ومش أقول هذا مو إنصاف منك غيبتك هلقى تطول الناس لو تسألني عنك شردجة وبومش أقول الناس لو تسألني عنك شردجة وبومش أقول.
شكرا لك. الفنانة المرحومة الكبيرة سليمة مراد أكيد رحمة على روحها. أكيد احنا رح نكون متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في حدوث تذكرس بهذا اليوم. لا تنسون شنو المثل العربي القريب على مثل حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول قرصة خبز لا تكسرين وباقي لا تفتحين وأكل الحد ما تشبعين. تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام اللي ظاهرة أسفل الشاشة. الإجابة راح تكون بكل سهولة عن طريق الواتساب. لا تنسون جائزة البرنامج اللي قدرها 3 مليون و5 مليون، وبنهاية الشهر الفضيل ستكون أيضا لنا قرعة وأكيد راح نسحب أسماء الفائزين معنا. أيضا المواطنين حبوا يشاركونا وكانت لهم آراء مختلفة على مثل حلقتنا لهذا اليوم. روح لاستطلاع وبعدها راجع لكم. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، ومثلنا اليوم يقول قرصة خبز للثلمين وباقت فجل للتفلين وأكلي لما نشبعين. خلينا نروح احنا وياكم ونسأل الناس عن هذا المثل وشنو معناه. خليكم ويانا. هذا المثل كلش قديم، انا سامعه من زمن امهاتنا، يعني سائل باقه الفجر شلون بالله ما تفلين. بس هذا دليل على يعني انه هذا البخل، وهذول الناس اللي هم حراس الاموال انا اعتبرهم، اللي هو ما يتمتع بفلوسه ما يتمتع، فهذا تفكيره هو دائما انه هذا يعني تشرقيم ضيق على اهله، عندما عنده هو ضيق على اهله. فهذا المثل ينطبق على البخلاء واللي هم دائما يحرسون اموالهم وما يصرفوها. اتوقع البخل على البخيل، لا تاكل لا توصل يم الخضره، زين ومنين ياكل اذا هذا لا توصله وهذا لا توصله، زين منين ياكل ويشبع. مثل يعني يقصد الشخص اللي ما عنده، يعني الشخص مثلا بخيل هيك شيء، الشخص اللي ما يملك اي شيء، يعني هو ما يملك اي شيء لو عنده بس ما يريد احد يوصل يمهن. بالضبط، ما يريد احد يوصل له. هذا معناه البخل، يعني واحد يقول لا تاكلين، هي شنو هذا المثل؟ عم عتشنه والعم علاقته يتشنه مو شيء، ردت تطلع ويا مشتريه قالت لا تقرص لا تاكلين لا تلمين ولا تحين كل من الشبعين، يعني هي دت عم يتشنه بخل. يعني هذا على عمه وتشنه، عمه وتشنه اكثر شيء اجى، يعني معناته انسان بخيل، يعني ينطيك اكل بس يقول لك لا تاكلي. انت هم قالت الاحد قبل؟ احنا دائما نضرب المثل هذا بيناتنا، مثلا نشوف احد مثل عنده شيء او بخيل او مو كريم او مو طيب نفس، دائما نقول هذا العلي المثل. رجعنا وياكم من جديد مشاهدينا الكرام ومستمرين. تعالوا الآن نتعرف على قصة مثل حلقتنا لهذا اليوم اللي راح يوفيها لنا أو يوفي بها أستاذ منذر. حياك الله مرة أخرى. الله يحييك ويخليك ويحفظك. الحقيقة قصة هذا المثل هي أيضا لا تخلو من طرافة وتخلو من حكمة وعبرة، وهي تتعلق بإحدى النساء التي نعم. تمتلك كنة، وهي كنة زوجة الابن كما معروف. تشنة. نعم تشنة. هي تشنة بلهجتنا الجميلة. هذه المرأة تذهب إلى مكان وتوصي هذه التشنة، تقول لها هذه الوصية الغريبة أنه قرصة لتلمين وباقة لتفلين وأكلي لما تشبعين. فطبعاً هذه بقت حائرة، شو راح تأكل؟ بقت حائرة، يعني حيرة، هل هي امتحان؟ يعني كيف الإنسان يشبع من عدم ثلم الخبز وعدم فتح الباقة، وبالتالي يعني ولازم يأكل ويشبع، يعني شيء متناقض فيه. وبقت حائرة،
وتقول القصة أنه جارتها طرقت الباب عليها، طيب. طلعت لها لحظة الضجر على هذه المرأة، وأنه أنت يعني شبيش ضايجة، ليش ضايجة وحايرة؟ قلت لها إيش؟ قالت لي عمتي يعني أنه لازم لا تكسرين خبز ولا تفلين باقة وأكلي لما تشبعين زين، أنا الآن جائع شو أسوي يعني حتى أنفذ ما قالت وأيضا أشبع. فهذه جارة يعني تبدو أكثر شيطنة وحرفنة من هذه المرأة، قالت لها بسيطة هذه القرصة احفريها بشكل فني وخذ الحواف دون أن تثلميها أو تكسريها، وبالتالي راح تأخذين يعني تأكل الحواف مع الخبزة، حواف مالتها، وأيضا بدون أن تفتحين هذه الباقة ممكن أن منها وهي ملفوفة كمان تسحب المنعش، تأخذين منها الشيء اللي ممكن تشبعين منه، وبالتالي أنت نفذت الوصية وأيضا شبعت منها. الحقيقة جاءت المرأة شافت الشنة مالتها أنه وضعها طبيعي، باعت للخبزة ما متلومة والباقة ما مفتوحة، وشافت الشنة يعني لا يبدو عليها مظاهر الجوع، عرفت أنها التزمت وأيضا شبعت، وبالتالي نجحت في الاختبار. وأخذ هذا المثل دلالة على الاختبار هذا على ماذا تدل؟ على أولا يعني دلالتين هي، لنأخذ الدلالة السلبية منها ودلالة البخل، والدلالة الإيجابية دلالة التقنين وامتحان المهارة وكيفية التصرف في موقف قد يعد مأزق للإنسان. أما دلالة البخل فهي دلالة غير جيدة، صفة غير حميدة، سيئة، أبشع صفة في الإنسان هي البخل، أن البخل تجر إلى صفات أخرى. البخل يجر إلى الجبن، يجر إلى المكر، يجر إلى الخديعة، يجر إلى كل هذه السلسلة المرتبطة بصفات البخيل. البخيل دائما يكون شخص غير نافع وغير مؤدي للصفات الإيجابية، مضر غير مفيد داخل المجتمع، مضر بالضبط صراحة. أما الجانب الآخر، جانب التدبير وجانب الحكمة وجانب التدبر والتصرف في المواقف التي ممكن أن يزج فيها الإنسان، ممكن أن هذه المرأة اختبرت هذه الكنة حين تكون في موقف ومأزق معين، كيف تتصرف؟ هل تتصرف بحكمة؟ هل تتصرف بتهور؟ هل تتصرف بحماقة؟ ونحن نعلم أن الإنسان حين يجوع قد يفعل أي شيء. الجوع، الجوع لو كان الفقر رجلا لقتلته، الإمام علي عليه السلام يقول، والفقر يؤدي إلى الجوع والجائع. أيضا الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري يقول: أتعجب من شخص تعاني أسرته الجوع ولا يحمل سيفه ويخرج ليقاتل. هذه المخاطر الجوع وانعكاسها على الإنسان كيف يتصرف وهو جائع. وهذا التصرف وهو جائع يعكس الكثير من الطباع الإنسانية فيه، قد تختلف حياته. هنا أتذكر ممكن أن تختلف من شخص إلى آخر ردود الفعل، يعني أكو بعض الأشخاص الجائع ممكن أن يتحمل الجوع، البعض الآخر ممكن أن يعني يتمرد على هذا الموضوع وتصل به إلى مرحلة لربما السرقة أو القتل ممكن أو غيرها من الأمور، أفعال بشعة. وأيضا هذا يذكرني ويحيلنا إلى قضية أخرى، ممكن ترويض الإنسان لفعل معين. هذا الأمر يحيلني إلى قصة مهمة وجميلة للكاتب الكبير الراحل زكريا تامر، الكاتب السوري المعروف، عند قصة اسمها النمور في اليوم العاشر. كيفية ترويض هذا الحيوان المفترس وتحويله من آكل لحوم إلى آكل أعشاب بالتدريج، وهذا الترويض من أخطر ما يمارسه بالذات الحكام على شعوبهم فعلا. وهذا يقودنا إلى المثل: شوفك الموت حتى ترضى بالسخون. تحويل النمر في اليوم الأول لا يقدمون له اللحوم التي هو يأكلها ويكون جائع، يحاول يعترض يحتج ماكو نتيجة. اليوم الثاني يقدمون له لحوما أقل، يكتفي بها، يقتنع، المهم أن تقدموا لي شيئا. نعم. وهكذا يصل إلى اليوم العاشر يجعلونه يقبل بأن يأكل أعشابا. هذا الترويض، هذا الأمر النفسي الخطير بترويض الإنسان على شيء نريده أن يمشي به.
هذا خطير جدا في حياة الشعوب وكيفية ترويضها على قبول أبسط الأشياء بأعقد الوسائل، وبالتالي تحويلهم من أناس لهم مكانتهم الخاصة إلى أناس آخرين ينطبق عليهم هذا المفهوم. هذه الحالات نشاهدها الآن موجودة في مجتمعنا، يعني مع الأسف حقيقة مع الأسف اليوم اللي احنا نشوف مثل هكذا موجودة بمجتمعنا. أكيد أستاذ نجاح حابين نسمع شيء من حضرتك. إن شاء الله. أنا فقط يعني عندي كلمة. نعم. بالنسبة للقصة أنا أخذتها من جانب، هي بها عدة جوانب طبعا، عدة آراء وعدة تفسيرات وعدة أفكار، ولكن أخذت وفاء الجنة العامة أيضا طبعا، يعني تريد تجربة بأن هي هل راح تلتزم بما قالته. صحيح. عمتها قالت لها يعني أنت لت الخبزة لا تكسريها وباقي الفجل كذا، هاي مهمة جدا. هاي أيضا يعني ضد انطماع على وفاء الإنسان. إنسان من يوصي إنسان يقول له يعني أنا ما أريد هذا الشيء، يعني خليته مربوط حتى بالأمانة، يعني أريد تحافظ عليه الأمانة. هاي يعني أتذكر هاي القصة كلها هي تطلع على الوفاء الإنسان. صح. أن يوفي للمقابل. وإحنا عندنا طبعا هنا أيضا هي أنا متأكد هي الجنة راح تقول له الدلل يا عمتي. طبعاً أكيد هي كنا بمقام الأم بالنهاية. أكيد أكيد طبعاً. فواجب احترامها وتقديرها والاعتزاز بوجودها. نغني لكم الدلل علي الدلل. دلل علي الدلل، دلل علي الدلل، بس لا يول في تزعل كل ما تريد الدلل، قلبي لو روحي أقبل الدلل علي الدلل عمر الدلل. أهل الحسد يا غالي كلهم فدا لعيونك، أهل الحسد يا غالي كلهم فدا لعيونك، انت وردتي انت خايف انا يشمونك، انت وردتي انت خايف انا يشمونك، للقلب انت سلوى غيرك ابد ما اهوى، للقلب انت سلوى غيرك ابد ما اهوى، دلل علي دلل عمري دلل. دلل يا بعد عيوني حبك علي يا غالي، دلل يا بعد عيوني حبك علي يا غالي، شقد رادوا يغيروني بس ما تغير حالي، شقد رادوا يغيروني بس ما تغير حالي، للقلب انت سلوى غيرك ابد ما اهوى، للقلب انت سلوى غيرك ابد ما اهوى، دلل علي دلل عمري دلل. الله الله. شكرا لك استاذ نجاح، نورتنا لهذا اليوم وابدعت بهذا الغناء الرائع العراقي الاصيل، شكرا لك. اذا مشاهدينا مستمرين وياكم بعد الفاصل. وياكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، وأكيد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل ما نختم لابد أن أستاذ منذر يقدم لنا نصيحة من النصائح اللي اعتادينا أن نستمع لها بنهاية الحلقة. شكرا جزيلا. الحقيقة هي الذي ينطبق على هذا المثل، أنه على الإنسان حين يوضع في موقف معين، موقف يشعر فيه بالحيرة، أن ينظر إلى الموقف من كل الجهات، لا ينظر إليه بجهة الأزمة بل ينظر إلى ممكن حلول هذه الأزمة. لذلك لا نأخذ هذا الأمر بشكل مباشر، وعلينا أن نفكر بوجوه للحل وبمهارات للحل وبطريقة تدبر بالتصرف الصحيح تجاه كل شيء يواجهنا، حتى لا نكون نشعر به بالعجز وبالتالي نفشل في مواجهة هذا المأزق. لذلك علينا أن نتصرف
بشكل يحمل أبعاد مختلفة للشيء الظاهر، وبالتالي ننجح في التعامل معه كاختبار أو كشيء من الحيرة يجب أن نتجاوزها. أكيد. شكرا لك أستاذ منذر، نورتنا لهذا اليوم، وكل الشكر لحضرتك أستاذ نجاح. الله يسلمك. يا أهلا وسهلا. بالنهاية ما يسعني إلا أن أقدم بالشكر إلى مطعم وكافيه هدوء على استضافتهم إن في برنامجنا بحطوطة زاكروس. انتظرونا غدا بنفس الموعد، إلى اللقاء.